السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة حذف حساب انستجرام نهائيا، ازاي ان انا احذف حسابي على الانستجرام بحيث ان انا مش محتاجه او عاوز امسحه لاسباب اخرى. كل اللي بنعمله ان احنا بنروح على الرابط اللي قدامنا ده، طبعا الرابط رابط المسح اللي هنستخدمه في الشرح هنلاقيه اسفل الفيديو في الديسكريبشن، تقدر تتابع الشرح. بعد كده تخش تحت على الرابط وتبدأ تطبقه تطبيق فعلي. هنخلي بس اللغة هنا بالعربية لأن كتير قال بلاش الإنجليزية، شايفين احنا هنا خلاها بالعربية علشان نتابع الشرح بالعربي بالرابط اللي احنا هنروح عليه. طبعا هجيبه لك مباشر اللي هو صفحة حذف الحساب. تمام، هو هيقول لي هو محتاج ان انا احط الاول اليوزر نيم والباسورد بتوع الحساب. بعمل لوج ان، باب ان انا عاوز امسح الاكونت بتاعي. طبعا لازم يكون متصفح، يعني يفضل ان انت تعمل ده كله مع متصفح الكمبيوتر او متصفح الفون. تمام، why are you deleting your account؟ ليه انت بتمسح الاكونت بتاعك؟ اختار اي سبب، وليكن want to remove something. تمام، هو بيقول لك طيب to continue please re-enter your password، اعد كتابة الباسورد بتاعك، نكتب الباسورد تاني هنا وبضغط على قم بمسح حسابي من على اللي هي بالاحمر دي delete my account، بمسحها بضغط عليها كده. are you sure you won't delete your account؟ اقول له اوكي. Your account has been removed. تم إزالة الأكاونت بتاعي. تمام، خلاص أنا ما عادش في الأكاونت بتاعي، ما عادش موجود وتم حذفه بكل سهولة بطريقة ما فيش أسهل من كده. أتمنى يكون الشرح واضح لطريقة حذف حساب الانستجرام نهائيا بكل سهولة، طريقة سهلة جدا، والرابط اللي استخدمناه في الشرح هنلاقيه أسفل الفيديو في الديسكريبشن. لو في استفسار أتمنى أشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركه. لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا، ما تنساش تفعل الجرس علشان تشجعنا على المزيد وتتابع جديدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.